والقدامى كانوا عربا أصالة وفطرة وسليقة. أبدأ بالجانب الخلقي في نبي الهدى محمد حتى نرسمه في قلوب أبنائنا وأجيالنا القادمة. أيها الأحبة، لما نقبنا التاريخ ما رأينا أحدا من الشعراء والأدباء استطاع أن يرسم لنا صورة المصطفى كما رسمته البدوية في الصحراء. أبدا، نقب التاريخ. لماذا؟ لأمرين. الأمر يجوز أن أقول الأمر لحركة المجاورة، أو يجوز أن أستأنف كلاما جديدا فأقول الأمر. الأمر الأول، إن النبي فيه صفتان، صفة جلال وصفة جمال، بخلاف جمال يوسف، فيوسف نال شطر الجمال، ولكن الجمال كله ما حازه إلا سيد الوجود محمد. ولذلك افتتنت نساء مصر بيوسف، ولكن نساء العرب لم تفتتن بجمال المصطفى، لأن جمال المصطفى كساه الله بالجلال والجمال والوقار. يقول الإمام علي: أريد أن أنظر إلى جبهته، فتارة أستطيع أن أحدث، وتارة أنظر إلى الأرض لأنني لا أستطيع أن أنظر إلى القمر المنير محمد رسول الله. أيها الأحبة، الأمر الثاني، الرجل لا يجيد وصف الرجل، فقل لأذكى رجل في سوريا ولو صادقته 60 عاما أتستطيع أن ترسمني؟ لا يستطيع. مهما أوتي من الدماسة والألمعية، مهما أوتي من العبقرية والحنكة والحكمة والحصافة والفصاحة، ولكن الأنثى إذا التقيت معها ربع ساعة، إذا كانت حرة وفحلة، إذا كانت حصانا ورزانا، وفارقتها بعد ربع ساعة تصفك من منبت شعرك إلى أخمص قدميك. ولذلك البدوية رسمت لنا صورة النبي الهاشمي محمد. واسمعوا وصفها من أفصح امرأة في التاريخ، والله ما درست في شيكاغو ولا في أكسفورد وكمبريدج في لندن، ولا في جامعة دمشق، ولا في جامعات لبنان، ولكن فطرة الصحراء ومدها عبر قبيلة طشم وعبيل وعاهل وجديس هو الذي جعلها ترسم صورة النبي المصطفى. عندما هجر النبي، ما هاجر بل هجر، أرغم على الهجرة، هجر فهاجر، كما يهجر إخواننا العراقيون الآن، أكثر من 4 مليون عراقي يهجرون. فالهجرة بدأت من فلسطين والآن تنتهي بإخواننا العراقيين. أيها الأحبة، وكان مطاردا من قبل 40 رجلا يمثلون 40 قبيلة من قريش، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. وكان النبي يمشي على ساحل جدة أو جدة، يجوز الوجهات، فرأى خيمة أم معبد فأقبل إليها قائلا: يا أمة الله، أعطني شيئا من الطعام، أنا وأترابي جائعون. فابتسمت العجوز وقالت: يا رعاك الله، اذهب إلى شيخ القبيلة، هناك تجد القرى والسخاء والبذخ والعطاء عنده. فأنا امرأة عجوز كبيرة في السن، أضني الدهر بنابه وأناخ علي بكلكله ومزقني بتطاوله، وهذه السنة جدباء وصحراء الجزيرة العربية قاحلة، لم تبق لنا قيرا ولا قطميرا ولا قليلا ولا كثيرا. وذهب زوجي أبو معبد إلى الصحراء يسوق أعنزا عجافا لا تبض الواحدة منهن بقطرة من اللبن، وخلف لي هذه الشاة التي لا تحلب قط أبدا. فابتسم الحبيب محمد وقال: يا أمة الله، أعطني الإناء
قالت يا رجل اقول لك لا تحلب. قال اعطني الاناء وكفى. تقول اعطيته الاناء. فقلت له ما اسمك؟ قال لها انا عبد الله. قالت له كلنا عبيد لله، خبرني عن اسمك الحقيقي. ما اخبرها لانه مطارد من قبل 40 قبيلة يمثلهم 40 رجلا بقيادة زعيم الجهالة العربية ابي جهل عمرو بن هشام. فالنبي كان يحارب من 3 قنوات. قناة في مكة اطفأها في اول لقاء له يوم بدر وسحق براثنة الشرك والوثنية، ولكن فوجئ بقناتين في المدينة. قناة بقيادة عبد الله بن سبأ وهي موجودة، وقناة اخرى وهي اخطر من فئة اليهود بقيادة عبد الله بن ابي بن سلول وهي موجودة في العالم العربي. ايها الاحبة، قال لها انا عبد الله. قالت له من اي القبائل، من اي الاماكن؟ قال لها انا من ماء. اللبيب تكفيه الاشارة. فالنبي اخذ بالاسباب، خاف ان بلغها واخبرها عن اسمه ان تخبر قريشا فيطاردونه. من هنا سلمته الكوب فاومأ الى الشاة وقال لها تعالي يا امة الله. فجاءت الشاة تشم قدميه الشريفتين، وضع المصطفى يده على ضرتها وقال بسم الله، فامتلأ ضرع الشاة حليبا. قال لها مكي يا امرأة. وسميت مكة مكة نسبة للبدو قديما، كانوا يرعون البدن والابل، يقولون مكة الفصيل ثدي امه، والله سماها مكة لما اشتهر على ألسنة العرب القدامى. قالت له انت اولى بالشرب مني. قال لها ساقي القوم خادمهم، نحن مدير المدرسة. لا حول ولا قوة الا بالله، مدير مدرسة، واذا ما ارتقيت الى مدير المؤسسة، وهكذا من والى وعن وعلى. فهنا قال ساقي القوم خادمهم. ومن الذي حل في خيمة ام معبد؟ حل في خيمتها رجل، واي رجل؟ ان القمر الذي يسطع في علياء السماء يستحي ان يباهي نور رسول الله. يا ام معبد، هذا محمد، وهذا طه، وهذا ياسين، هذا بطل المعارك، هذا سيد الاولين والاخرين وحبيب رب العالمين. وشرب اترابه وشرب النبي اخرهم، وتوجه واطلق ساقيه للريح شطر يثرب التي ستكون فيما بعد المدينة المنورة. عند المساء اقبل ابو معبد من رعي مر في سنة قاحلة. قال لها يا امرأة تركتك مصفرة شدقين، ارى شدقيك منورين وارى حليبا ولا حلوب عندنا. فهزت العربية رأسها وقالت يا ابا معبد اولا تعلم من الذي مر في خيمتنا؟ قال لها من؟ قالت له رجل مبارك. قال لها صفيه لي. كم رأته؟ هو كان مطاردا، كم احدقت. اذا ما اجمل المصطفى، ما احلى، ما ابهى، ما اصفى، ما انقاه. لماذا لا نعلم سيرته العطرة لأبنائنا على كل المستويات؟ قال لها صفيه لي. قالت يا أبا معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه سجلة، ولم تزر به صعلة، هو قسيم وسيم، رأيته أزج أقرن أحور أكحل، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء،
حلو المنطق فصل لا هذر ولا نذر. كأن منطقة خرزات نظم ينحدر، فهو أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب. ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تنساه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر. أنظر الثلاثة وجها وأحسنهم قدا، غصن بين غصنين له رفقاء، إذا تكلم استمعوا لكلامه وإذا أمر ابتدروا لأمره. فهو محفود محشود غير عابس ولا مفلد. فهز الرجل الذكي رأسه وقال يا ويلك، أو تعلمين من هو؟ قالت ومن هو؟ قال لها هذا محمد، هذا صاحب قريش، هذا محمد. فأصابت العجوز قشعريرة وانتابها البكاء، قالت تعسل لي وترحى، لو علمت أن الذي حل في خيمتي هو محمد لذبحت له هذه الشاة، إن أدركته لأدخلن دينه. سيدي ما أحلاك ما أصفاك، أدركت العربية بسليقتها وفطرتها عظمتك وجمالك دون أن تعرفك. هذا هو الجانب الخلقي. أما الجانب العقلي والخلقي، هذه الكلمة الرابعة في هذا النهار. ولذلك عذرا أيها الأحبة، في كل يوم ألقي أربع محاضرات، زيادة على ذلك أدرس مادة العربية والإسلامية. فبارك الله فيكم على استماعكم وعلى أدبكم وعلى تواضعكم. أذنتم لي أن أتحدث في دقيقتين فقط، الآن أعلمكم، سأخرج هوية النبي لكم حتى تعلموها لأبنائكم وبنياتكم. فأبناؤنا مساكين، ومدرسونا في الثانويات والجامعات مساكين، أقسم بالله لا يعرفون هذا الذي سأقوله لكم. هوية وثقافة النبي الذي تمتد من عبد الله إلى آدم، وبكل فخر، ومن آمنة إلى حواء وبكل فخر. قولوا لأبنائكم هذا محمد، يوم وصفه العربي وقال هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تارخ ابن شالخ ابن عابرة ابن فالغ ابن ناحورة ابن يعرب ابن قحطان ابن سميدع ابن عادية ابن مضاد ابن عمري ابن أرفخشيد ابن سام ابن نوح ابن إدريس ابن شيث ابن آدم. هذه ثقافتكم، تعلموها وعلموها حتى يعلم الأوروبيون أننا مثقفون ونحن نصدر الثقافة والحضارة للعالم أجمع. أيها الأحبة، ما زلت أذكر منذ تقريبا منذ 3 أشهر كنت ألقي محاضرة، وأقسم بالله أن أحد القساوسة في سوريا وهو يمثل الكنيسة الغربية في سوريا ولبنان، عندما أنهيت محاضرتي وكان عنوانها عن الإعجاز العلمي وكيف اعترف القرآن بالأنبياء والمرسلين، وقلت كلنا خلقنا من التراب ولكن عيسى خلق من روح الله، أخذ مكبر الصوت وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالمسلمون أقوياء ودعاة الأمة، ينبغي أن يصوغوا الكلام ويلقوه عسلا ولا يلقوه جبلا.